talking in my sleep at night. Grand Tower 5127 Residential وCommercial Tower جاهز للسكن، موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الابارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مسئل عن البناية، لكجري تاور مع هاي اند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيترز بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجه ومواصفات عاليه بالعمار. راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي، مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر، وبيمتد على مساحة أرض 18000 متر مربع. مؤلف المشروع من 13 فيلا مساحتهم بتتراوح بين 800 و1200 متر مربع، وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. جيتد بروجكت آمن وخدمات عديدة مأمنة، سيكوريتي ومينتننس تيم 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها برايفت جاردن حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات برايفت جنريتور، إليفيتور بكل فيلا، تجهيز تشمني وسويمينج بول، ميدز روم ودرايفرز روم. راس الجبل فيلاز بمدينة علي اسم كبير منه جاهز للسكن، بحاوة المشروع مساحات خضراء وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع مع فيو على البحر والجبل. فرح تاور لكجري كوميرشل وريزيدنشال تاور ببيروت، تحديدا تقاطع شارع الجزائري مارليس على بعد 5 دقائق من وسط المدينه واهم المراكز التجاريه. مؤلف المبنى من قسم تجاري جراوند فلور وفيرست فلور مع ميزانين صالح للمؤسسات الكبيره والمصارف، و11 طابق قسم سكني بتتراوح مساحات الشقق بين 180 200 و360 متر مربع. ثلاث مداخل منفصلين للمبنى، ومدخل القسم التجاري مستقل عن مدخل القسم السكني. ستة underground floors للباركينج والستورج رومز، بالإضافة لستة elevators ثلاثة لكل قسم. بلوك واحد مفصول بجاردن وخضار، هاي اند فينيشينج داخل المبنى، دبل وولز ودبل جليزينج، فاير الارم سيستم، فل هايت جلاس فاساد، انستولد يوروبيان كيتشنز وباثرومز، هيتينج سيستم وثلاثة برايفت جنريتورز. فرح تاور ببرايم لوكيشن بأعلى نقطة ببيروت مع فيو على المدينة والبحر وخليج جوني والجبل، حاليا البروجكت اندر كونستراكشن والتسليم بأوائل 2020.